اليوم الشرطة السويدية سحبت الحماية عني. اليوم الشرطة السويدية سحبت المكان اللي كنت أنا أسكن به، المكان المحمي. الشرطة السويدية خلتني فريسة سهلة للمسلمين. اليوم الشرطة السويدية حاولت تساومني بحريتي مقابل حمايتي. نصا أخبرتني يجب أن أتوقف عن انتقاد المسلمين، يجب أن أتوقف عن التظاهر. أيضا وصلني أنه أهدد بفتح ملف لجوئي من قبل مصلحة الهجرة السويدية. أتعرض لضغوطات كثيرة. اليوم أنا في مكان خطير جدا على حياتي، ممكن أن أنقتل بأي لحظة، ممكن أن أتعرض لأي شيء. لذلك أحمل مسؤولية أمني وسلامة حياتي الشرطة السويدية. الشرطة السويدية حاولت أن تخرق القانون معي، حاولت أن تدعس على القانون السويدي بطلبها مني بتوقيع بوثيقة غير قانونية معهم مقابل حمايتي. لذلك أنا الآن بمكان غير محمي، ممكن أن أتعرض لأي محاولة اغتيال، وأنا مهدد من قبل دول إسلامية ومن قبل أشخاص، وذلك مثبت عند السلطات السويدية. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور، فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب، فكر منير ورأي صائب، ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور، جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور، وأقبلت العطايا والأجور.